تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غنصاوب معكم كيكه النخله بالزنجلان والزبيب والتمر. نتمنى تتابعوا الفيديو حتى الاخر. ننتظر المكونات. بالنسبه للمكونات ديال الكيك ديالنا هما هادو. بسم الله، عندي هنا اربعه البيضات كبار، كاس زنجلان محمر ومطحون، كاس الحليب، عندي هنا التمر والزبيب كاس مقطع ومرقد في عصير الليمون، عندي هنا كاس لاروب ديال السكر سنيده ما عامرش. الحلاوه دائما كتبقى على حسب الاختيار، ممكن تكملي حتى كاس. كاس د الزيت، واحد ياغورت فاني، جوج خمارات، قبيصه د الملح، النخاله باش نجمع الخليط ديالي، وزنجلان للتزيين. دوزو الطريقه. خديت البول درت فيه ربعه البيضات، غنزيد فيه قبيصه د الملح. بسم الله. غنزيد السكر، دائما السكر على حسب الحلاوه. غنخلط الدوبليه سنيده مع البيض، غنزيد الزيت، الحليب، ياغورت، نخلطهم، الزنجلان، التمر والزبيب ديال المرقد في عصير الليمون، البرتقال ماشي الحامض، نطلقهم مزيان. النخالة الرقيقة والخميرة بنخلط شوية بشوية، دائما النخالة على حساب البيض وعلى حساب الخليط. غنزيد جوج خمارات حمر بتمنية غرام، غنبدا نخلط. كيجي الخليط على هذا الشكل، ما يجي ثقيل بزاف ما يجيش خفيف بزاف. انا غنستعمل هذا المول، نتوما المول اللي عجبكم غديرو. والفران دائما في الكيك انا كنخليه بارد، ما كنسخنوش. دائما كي فاش كنخلو نهزو يدينا بزاف. ونحاول هاد المول، سمحوا لي دهنته بالزبده ورشيته بالنخاله. غنخشيها دابا طيب ونطلقها من بعد. الكيكه من بعد ما طابت كتجي على هذا الشكل. انا غنخليها تبرد شويه ونحيدها من المول ونطلقها في الشكل النهائي. بعد ما قلبتها في الطبسيل كتجي على هذا الشكل. رديت داك الوجه اللي لتحت اللي ملس الفوق، الوجه اللي كان الفوق رديته لتحت. انا غندهنها بشويه الكونفيتير ولا العسل، وغنرش عليها الزنجلان اللي قصت واحد جوج معالق كبار ولا الكوك. دائما التزيين تيبقى على حسب الاختيار.
الشكل النهائي ديال الكيك ديالنا بالنخاله، نتمنى يعجبكم وتجربوه وشكرا.